السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم بدنا نشرح أداة FW Pro Tools. هاي الأداة جديدة، أداة مختصة بالأندرويد والآيفون. راح نشرح طريقة تثبيت الأداة، طريقة تسجيل في الموقع، ونشرح الأداة بشكل عام، شو خصائصها بشكل عام. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. أول شيء نحملها، الرابط راح يكون موجود بالوصف. دخلك على هذا الموقع، بتضغط على تحميل وبيبلش يحمل معك الموقع مباشرة. بعد ما تحمل الأداة راح تظهر عندك في الشكل هذا، تضغط دبل كليك هون عشان تفتح السيتوب بتاعت الأداة عشان نبلش عملية التثبيت. أول شيء ريت إنك تسكر الأنتي فيروس. أول شيء لازم تسكر الحماية الأنتي فيروس من الجهاز عشان ما يتعارض معك خلال عملية التثبيت أو تشغيل الأداة، عشان خصائص الأداة تشتغل بشكل كامل. نضغط دبل كليك عشان نفتح السيت اب. بعد ما فتح معنا بالشكل هذا نضغط على اوكي. بعدين نروح التالي 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 لغاية ما يخلص، لا في كلمة سر ولا اي شيء، التالي التالي لغاية ما يخلص عملية التثبيت. بعد ما يخلص عملية التثبيت بظهر عندك الايقونة بالشكل الموجود على الشاشة. نضغط دبل كليك ونفتح البرنامج. افتح معنا البرنامج بالشكل اللي انتو شايفينه. معلش الانترنت عندي هون ضعيف، الجهاز هذا مواصفاته ضعيفة اللي بسجل منه، فتحملوني فيه. فتحت معنا الواجهة بالشكل هذا. بروح هون على ريجستر تسجيل وبسجل هون، بكتب الايميل اليوزر نيم والايميل. خلينا نسجل مثلا يوزر نيم، نعمله هذا ايميل للتست. نيجي بنعمل هون لصق، بعدين هون بنحط الايميل، هون اليوزر نيم وهي الايميل، وهون بنكتب كلمة السر وبنرجع نعيد كلمة السر وبنضغط على ريجستر. هون بعد ما ضغطنا على ريجستر وعملنا الحساب راح يبعث هون زي ما انتم شايفين كتب verifying email. راح يوصلك ايميل على الجيميل، لازم تضغط على الايميل هاد عشان تفعل حسابك، تأكتف حسابك مباشرة. نتوجه للجيميل، وصل الايميل زي ما انتم شايفين، نضغط عليه وبنضغط على ايميل فيرفاي. اعطاني هون باك اكاونت هاز بين فيرفايد، خلص هيك اتكتب الحساب. هلا لو اجيت عملت لوج ان من الحساب عشان تسجيل الدخول، راح يبلش بالدخول للحساب، وهنا راح يعطيني مسج انه الحساب غير مفعل، الحساب مش فعال. هنا انا بتوجه لاني اعمل، بتقدر عن طريق مثلا على سبيل المثال سيرفر اف دبليو لوك، او بتتواصل معي مباشرة، او بتتواصل مع الدعم. هاي موجود هنا خيار، تقدر تطلب تفعيل شهر، 3 شهور، 6 شهور، و12 شهر من الموقع. وبتقدر تطلب برضه من موقع FW Unlock Tools رام ديسك للتفعيل. مجرد ما فعلت الحساب، خلينا نفعل هذا الحساب في البداية. هنا
فعلنا الحساب. الآن بضغط لوج إن بعد تفعيل الحساب. في وكيل بالسودان، برضو أرقامهم كلها راح تكون موجودة في الموقع. هيك بلشت الأداة تفتح، والآن راح تفتح الأداة الواجهة الرئيسية للأداة بعد ما تحمل التحديثات الموجودة بالأداة. هاي فتحت معنا هيك الواجهة الأساسية بالأداة. أول شيء بالنسبة للتحديثات، تحديثات الأداة ما راح تكون كل مرة تنزيل ملفات، يعني تنزل أداة جديدة. تحديثات كل ما تفتح الأداة راح تلاقي هون عندك نزل تحديثات جديدة، الأجهزة الجديدة بتنزل مباشرة بدون ما تضطر إنك تحمل الأداة كمان مرة، يعني كل مرة تنزل أداة، إلا إذا كان في تعديل يلزم إنه نغير في البرنامج. أول شيء بنختار هون مثلا واجهة السامسونج، هاي أجهزة السامسونج المدعومة، وراح يضل ينضاف أجهزة طول الفترة القادمة، راح يكون في يعني تحديثات كثير، كل ما تفتح الأداة راح تلاقي فيه تحديثات. عندك هون خيارات الفانكشن، خيارات الأودن الـ FRB، خيارات البروم، عندك هون خيارات الـ ADL، عندك هون خيار الفلاش بس بدك تعمل فلاش للجهاز. عندك هون لو رحنا على أجهزة الهواوي برضو نفس الفكرة، أجهزة الهواوي فانكشن ميتا داينج برضو عشان تغيير. وعندك هون كمان الأوبو، هاي الأجهزة بشكل عام يعني مستعرضها. بعد الأوبو اللي هي أجهزة الإكسانيوم، إكسانيوم عندك هون للفلاش، بتقدر هون عن طريق السيرفر. في عندك هون الـ MI فلاش، تختار هون الأجهزة سي لاودد والميتا والأجهزة بتختارها، وراح يضل ينضاف الفترة القادمة. يعني الأجهزة يعني صرعنا بتنزيل الأداة، وراح يضل ينزل تحديثات للأجهزة وإضافة أجهزة طول الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا هاي الفيفو، هاي بالنسبة للتكنو، أجهزة التكنو بريلودر فانكشن ميتا داينج، وبرضه هون انفينكس. برضه عندنا اللينوفو، برضه عندنا الميديا تك، خيارات الميديا تك، فلاش اولد، ميتا، ام تي كي يونيفرسال، تقدر تختار هون تحط تشيك هون تشتغل على الأجهزة من خلال السيرفر الموجودة. حمل الملف، تعطي الـ FRB. هون لو أجينا هون كمان الآيفون، راح نشرح طبعا كل، يعني راح نبلش نعمل فيديوهات على الأداة بالأجهزة عشان نشرح كل جهاز نقدر نحصله نعمل عليه فيديو، ومنهم الآيفون ومنهم الأندرويد. راح نشرح طريقة تحميل الفلاشة اللي هي ملف الرام ديسك، وكيف نعطي الجهاز، كيف نعمل بير بالمود، وكيف نغير السيريال نمبر، ونفتح الآيفون بشكل عام باس كود أو هالو سكرين، راح أشرحهم بشكل كامل. وعندنا هون برضو أجهزة النوكيا، برضو راح ينضاف أجهزة. وعندنا هون أجهزة ولكم فلاش، وعندنا هون الدينج. بالنسبة للفلاش برضو برضو الـ FRB من خلال السيرفر أو كاستم، تختار إنك أنت تثبت ملف أو تختار الجهاز اللي بدك إياه وتختاره من القائمة الأجهزة المتوفرة. راح نضل نضيف أجهزة إن شاء الله عشان توفر قائمة أجهزة، يعني عدد أجهزة كويس.
يعني الفترة القادمة بس راح يكون الشغل على إضافة أجهزة. إحنا وين هلأ؟ في الكوالكوم، بعدين هنا ميزيو، بعدين الأسوس، هاي الأسوس، وبعدين نروح على أجهزة الاس بي دي برضو. هنا من السيرفر تختار الجهاز، وراح نضل نضيف برضو أجهزة، برضو للفلاش، للسوفت وير، الأوامر كاملة. وعندنا هنا برضو ال جي، هي أجهزة ال جي، في الفانكشن، في الميتا، في الديانج. وعندنا كمان هنا اللي هي خيارات الـ ADB موجودة هون، تقدر تعمل منها ريبوت للداونلود مود، للدينج فاست بوت، اف ار بي مباشر للأجهزة المفتوحة ADB القديمة. وبرضو عندك هنا وضع الفاست بوت، برضو نفس الشيء، كويك انفو عشان تعرف معلومات الجهاز، ريبوت لنورمال، للريكفري، لوضع الـ ADL، فاكتوري ليست. وهنا بتضغط عليها بيفتح لك الديفايس مانجر عشان تشوف تعريفات الجهاز، اذا في عندك تعريفات فيها مشكلة بيبين معك هنا التعريف اللي مش متعرف كذا زي هيك مثلا، بتقدر تعالج المشكلة. وبرضه عندك الكونفيج هون عشان تعمل يعني شو الخيارات اللي بدك اياها، الاوبشن لقراءة الجهاز هون. وفي عندنا خيار مهم برضه هون اللي هو التست بوينت، خيار التست بوينت راح نضيف عليه كل صور الأجهزة، التست بوينت كل يعني أنواع الأجهزة، تختار الصورة على كل موديل جهاز، بين لك التست بوينت تبع الجهاز عشان لما بدك تعمل اف ار بي هاي الأجهزة كلياتها راح تكون مضافة. وشو يعني شو بتوفر صور للتست بوينت مع الأجهزة النازلة مباشرة راح ننزلها، يعني الصور حولنا تكون كبيرة، تكون واضحة عشان تكون سهلة عليكم بالاستخدام زي ما شايفين كيف. لكل الأجهزة بشكل عام، إكزانيوم، السامسونج، الهواوي، الفيفو، يعني حاولنا قدر المستطاع. ولسه راح ننزل كمان، وراح يكون في إن شاء الله عدد كويس، يعني صور واضحة إن شاء الله. هذا كان هيك شرح سريع للواجهة الرئيسية. الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح تكون للأجهزة وهي تنفتح مباشرة من الأداة. راح نصير ننزل كل جهاز لوحده، ويا ريت تساعدونا برضو بالفيديوهات، الناس اللي بتفتح أجهزة مباشرة إنه تساعدنا في موضوع الفيديوهات. وبرضو انه هنا قناة اليوتيوب، تقدر تضغط هنا على اليوتيوب، افتح معك قناة اليوتيوب، راح يكون فيها السلسلة كاملة للأجهزة اللي راح نفتحها عليها. هذا كان فيديو سريع، ان شاء الله يكون عجبكم، نراكم على خير ان شاء الله. بالنسبة لتفعيل أداة، اما من سيرفر اف دبليو انلوك او من وكيل السودان، او بتتواصلوا معي مباشرة ان شاء الله. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.